باش ندخل لا روسيت انا ديجا دخلت الكوكي دو في لورديناتور ودرت واحد لا ليست ديال لي روسيت ديالي بريفيري اللي باغيين نوجدهم. عندي مي روسيت مي ليست وعندي هاد لو دوسي هذا سميتو روسيت فيه بيتزا بريوشي سكري هي هادي. غادي ندخل غادي نشوف لي زانغغيديون. عندي 35 غرام ديال الحليب 10 غرام ديال الخميره الطحين 125 غرام عندي بيضه وحده شويه ديال الملحه 35 غرام ديال السكر 50 غرام ديال الزبده 200 غرام ديال الفريز باش غادي نديرو كونفيتور هو اللي غادي نديرو فوق لابريوش ديالي. انا هاد لي زانغغيديون جاوني قليل غادي نضبلهم غادي نضرب كل حاجه غادي نجي نديرها نضربها في جوج باش تجيني لابريوش كبيره شي شويه لان تبارك الله ملي تكون لافامي كبيره ما كاين حتى شي مشكل اننا نضبلو لا روسيت. كومونسي ا كويزيني ملي ما تيكونش عندنا الصفر تنديرو طار 35 جوج هي 70 غادي ندير 70 غرام ديال الحليب. عشرة غرام ديال الخميرة غادي ندير هنايا 20 غرام سويفون 125 غرام ديال الطحين هي غادي ندير 250 غرام ديال الطحين سويفون بيضه وحده اذا غادي ندير جوج ديال البيضات سويفون بانسيت سيل ندير شويه ديال الملحه دي غرام دو سكر ندير 20 غرام ديال السكر suivant insérer le couvercle et le gobelet dans le beurre suivant attendre 3 ديال دقائق بلو مود بيترين يعني دابا يلا غندور هذا غادي يبدا يعجن. هيا جينا سالات هي لابريوش مجونة غادي ندير سويفون غادي يعطيني تورني لو سيليكتور دو فيتيس سور ديماري ان اتوندون باسي على ليتاب سويفونت. دابا عاوتاني غادي نعجنها واحد الخمسة ديال الدقايق بعد فهاد الخمسة دقايق غادي نبقى نزيد الزبدة شوية بشوية عندي 100 غرام ديال الزبدة خصني نزيد ديك سويفون ترانسفازي دون ان ريسيبيون فيلمي ريزيرفي اون اور او ريفريجيراتور. ها هي لابريوش تاجنات دابا غادي نديرها فواحد البواطا مسدوده مزيان ونديرها ساعة المكانة في التلاجة. هنا مشيت شللت البول ومسحتو غادي نحطو ونرجع لاغوسيط ديالي. سويفون نيتواي لو بول هي هادي المرحلة اللي درت مترو 200 غرام دو فريز بما انني انا دوبلت المقادير كل شيء غادي نديرو بالدوبل. ها هو الفريز عندي انا كونجولي عندي 400 غرام سي با غراف الا كانت شي حاجه زايده شويه. سويفون عندي 25 غرام ديال السكر انا غادي ندير 50 غرام
suivant, insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Et en la bhal had el masail dial la confiture, ma tandiwlhach le gobelet bach el foir ti tla. Suivant, ولكن في عوط لو غوبلي تنديرو هذا جديد اللي جا مع تي ام 6 ما كانش في تي ام 5. ندير سويفون 10 ديال الدقائق ب 100 دوغري وعندي لا فيتاس 1. كيكتب لك لا فيتاس 1 هنايا وكيعطيك علامه لين خاصك تدور. صافي تسالى الوقت نزولو هذا، نزول الكوفرك، وها هي لا كونفيتور ديالنا واجده. فيها واحد الطريفات ديال الفخيز، يمكننا نطحنهم الا بغينا. انا ما غاديش نطحنها، نخليها هكاك. راه مازال سخونه، مازال تبرد وتقاد. ابري من بعد ما درت سويفون قال لي انسيري لو غوبلي دوزور، وعطاني 20 ثانيه نطحن هاد لاصوص بلا فيتيس 3. انا غادي نباسي هاد الخطوه هادي، ما بغيتش نديرها، بغيت هاد الفخيز ديالي يبقى فيه دوك الحبيبات ودوك الطريفات الصغيورين، ما بغيتش تكون عندي ملسه بزاف، تكون بحال الماء. Transvaser dans un récipient et laisser refroidir. هي هذيك انا هرقتها هنايا كيف وريتكم، وغادي نخليها تبرد. بعد ما بردت البريوش في الثلاجه وخمرت او ميم طون بحال هكا، غادي ناخذ شويه ديال الطحين. نجمع شوية الجوانب، نحاول نطلقها إلى هكا، ندور ونطلق باش تجيني مقادة دائرة معوضة. نطلق وندور، السمك ديالها خصنا يكون فيه 0.5 سنتيم، ما تجيش عالية بزاف. غادي نهز هاد لابغيوش، غادي نديرهم تحصيل لي كيدخل للفرن. وغادي نخليها عاوتاني تخمر المرة التانية لمدة ساعة. ها هي خمرات البغيوش ديالنا وطلعت مزيان. غادي نحاول دابا ندير لها بحال هكا باش الجنيبات، نهبطها غير شويه غير شويه بحال هكا، نخلي هاد الجنيبات طالعين، وهاد الوسط هذا نحاول نفشو غير شويه غير شويه بحال هكا. راه هادشي كاتبين هنا في لا غوستيت، قال لك هبطوا الوسط شي شويه وخليو الجنيبات طالعين بحال هكا، بحال اللي كنديروا الفوكاسيا. نهبطوها بصبعنا هكا. دابا خاصني نكون شاعلة الفران على 180 درجة، انا راني ديجا شعلتو. غادي ناخد هاد الفخيز بحال هكا، غادي نسرحو. ما غاديش يسيل عليها، ما غاديش يفض عليها، لان خليت هاد الجنيبات ديالها طالعين. طالبين منا اننا ناخذ داك الخوخ المصبر اللي هو في الكونسيرف نديروه من فوق. منا انا ما عنديش الخوخ، عندي شويه ديال المشمش كونجولي، درت له واحد جوج معالقات ديال السكر صغار، درته في الميكرون طلق راسو شي شويه، جاني هكذا بحال اللي معسل. خاصكم تكون عندكم واحد لا سوبليس في لي زانغغيديون، حتى حاجه ما تجيكم صعيبه ولا غاليه، نتوما عينكم ميزانكم شنو ما عندكم استعملوه. غادي نحط
طريفات بحال هكا. من بعد ما درت هاد المشمش غادي نقلبنا نديرو 15 غرام ديال لو سكر من الفوق غير بحال هكا باش يتعسل. نديه شويه 15 غرام هي معلقه كبيره. وغادي ناخذ الحليب وغادي ندهن به الجوانب. وغادي ندخلها طيب. هما عطينا 10 ديال الدقائق على 180 درجه. انا غادي نحاول ندير لها 20 دقيقه لانها كبيره وكتعجبني لابغيوش تكون طايبه مزيان ما تكونش اي بيضه. تتحمر ونخرجوها كل واحدة على حسب الفرن ديالو. وما تستعملوش المروحة، شعلوا الفرن من الفوق وكل تحت فقط. بعد ما طابت في الفرن وتحمروا لها هاد الجنيبات ديالها، انا عندي شوية ديال لي ميرتيل درت لهم معلقة السكر تاهما ودخلتهم للميكرووند تعسلو غير شوية طاحو غنديرهم. هما في لاغوسيط كيقولوا لنا نديرو العنب الكحل، ولكن انا ما عنديش العنب دابا ماشي وقتو. فاي حاجه عندكم كيمكن لكم تعوضوا بها. المهم هاد لوف هذا ديال النوار تيجي بحال الزيتون زعما على البيتزا. ولوف ديال الفرماج هو الكوك، غندير شويه ديال الكوك من الفوق زعما البارميزون. وغادي ندير واحد الحبيبات ديال اللوز افيلي، هذا غير اختياري انا بغيت نزيدهم. في لاغوسيط كيقولوا لنا نديرو دي فوي دو بازيليك، انا ما عنديش، انا غادي نزور غادي ندير دي فوي دو كوريوندر، شويه ديال القزبر هكا وريقات غير باش تجيني التصويره زوينه زعما غير هكا. زعما راها بيتزا. هادو هما لي غاتو ديال طرومبلوي، كنديرو شي حاجة كتبان لنا في شكل آخر. صافي النتيجة النهائية هي هادي. نتمنى هاد الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم. نتمنى أنني كنفدتكم في الإستعمال ديال لو تيرموميكس لو تي إم 6 الجديد. وهاد الوصفة هادي راها موجودة حتى في لو تي إم 5. وحتى الناس اللي ما عندهمش لو تيرموميكس كيمكن لهم يصوبوها بيديهم، يعجنوا لابغيوش بيديهم يصوبوا هاد لاصوص ديال بالفخيز وشويه ديال السكر في الكاسرونه ولا مقيله ويصوبوها لوليداتهم، ما كاين حتى شي مشكل وبصحه وراحه.